عن السينما المصرية وأحوالها. أين السينما المصرية؟ أين نحن من التقدم الكبير والإنتاج الغزير والمتنوع الذي يشهده فن السينما في العالم؟ مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي. العلاقة حالياً ما بين السينما والدولة، أنا مش عايز الدولة ترجع تاني تنت، لكن الأهم بقى إن الدولة تاخد بالها من الصناعة، صناعة السينما. صناعة السينما، أين الأصوات السينمائية الجديدة؟ الكتاب والمخرجين والمنتجين والنجوم الشباب. نجوم المهرجانات مشهورين أكتر بكتير جداً من كل المثقفين والأدباء. سمعت السيد الرئيس بيتكلم على دعم الفنانين، وطبعاً ده كان شيء عظيم. حلول سهلة وما فيهاش حمل كبير على الدولة. المنصات الموجودة حالياً عبر التلفزيون ممكن تستوعب جمهور السينما. المنصات مش عند كل الناس، منصات مهمة لأنها برضو بتوري الناس ما عندهاش قدرة تروح السينما أو تشوفش، لكن المفروض تبقى بعد العروض، يعني مش بديل للعروض. مش بديل. والدتك هل لها تأثير في اختيارك في أفلامك لموضوعات الكثير منها نسائية؟ أنا ما بعملش أفلام غير عن موضوعين، المرأة والتطرف الديني. إلى الآن المرأة ما خدتش حقها في التعبير عنها وعن دورها وعن وجودها. اليوم نحن نستضيف مخرج كبير ينتمي للجيل الذهبي الذي أسس تياراً جديداً للسينما الواقعية في بلدنا. لنسأل أين إنتاجنا السينمائي كماً ونوعاً الذي يليق بتاريخ السينما المصرية الرائدة في المنطقة وفي العالم. أحلام السينما وتطلعات السينمائيين في 2023. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس السابعة مساءً على قناة مصر الأولى.